دلوقتي هنروح مع حضراتكم لزميلتنا لميا حمدين عشان تعرف منها على آخر أحوال الطقس في القاهرة والمحافظات، كمان نسألها سؤال الحلقة. لميا صباح الخير عليك. صباح الخير عليكي جمانة، وصباح الخير عليك أحمد، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. قوليلنا بقى بتتعاملي مع ابنك إزاي في موضوع الألعاب الإلكترونية؟ بصي، هو مبدئيا انا ما جبتلوش موبايل لحد دلوقتي، حسن وسنه صغير انه يمسك موبايل، انما عنده تاب طبعا بيلعب عليه. انا طول ما انا موجوده في البيت انا بلعب معاه نفس اللعبه، يعني بقول له انت بتعمل ايه، وبنتعرف على اللعبه مع بعض وبنلعبها طول الوقت مع بعض. وبحاول بقى ان انا بعد شويه، يعني بعد مثلا ساعه او نص ساعه على حسب، افتح فيلم مثلا ونتفرج واقعد اشرح له ايه اللي في الفيلم، بحاول الهيه بعد وقت معين كده في حاجه تانية ونشارك بعض بيها. يعني حتى يعني انا بشاركه الحقيقه معايا في كل حاجه علشان ما يبقاش يعمل زي ما بيشوف مثلا في المدرسه او بيشوف في النادي الاولاد طول الوقت ماسكه تاب او ماسكه موبايل. فلا، احنا بنخرج مع بعض، اي مشوار خاص بي انا حتى نفسي لو رايحه الكوافير هاخده معايا. صاحبه يعني مخليها صاحبك اكتر من هو ابنك. وفي الحقيقه وفي اللعب بنلعب سوا وبنشوف وبنتابع طول الوقت مع بعض كل حاجه. ربنا يخليهم لك ان شاء الله. بشكركم.